السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم عصير أخضر اللي هو منشط للجسم وأيضا منعش. خصنا نعرفوا بأن يعني العصير خصو يكون يحتوي أيضا على خضر، ماشي فقط الفواكه، فيمكننا نديرو فيه الخضر وكيجي حسن من العصير اللي محضر فقط من الفواكه. نشوفوا المكونات هي عبارة عن نصف خيارة بالنسبة للمقدار اللي درس، وتفاحتين، نصف ليمونة حامضة، حبة كيوي. بالنسبة اللي ما عندوش كيوي ماشي مشكل ما يديروش، وعندنا عرش النعناع، من الأفضل يكون بيو، يعني يكون عندكم في الدار ولا شي حاجة ماشي لمداوي. وعندنا ملعقة زنجبيل طري محكوكة، وبالطبع غيخصنا الماء باش نطحنوه. اذا المرحله هي اننا غادي نقيو هاد الخضار والفواكه وغادي نطحنوهم مع الماء. اللي بغى يحليه يمكن يضيف كميه من العسل، كما يمكن تضيفوا موزه مثلا تكون حلوه تحليو بها، او يمكننا بالنسبه للناس اللي بغاو ينقصوا الوزن او كيديروا حميه انهم ما يحليوش، فبالتالي كيجي فعلا لذيذ هذا العصير. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر.